Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد اليوم. ودرس اليوم هيكون مهم بالنسبة للطلاب المبتدئين وكذلك الطلاب اللي حابين يطوروا لغتهم في اللغة الإنجليزية وينتقلوا من تكوين جمل بسيطة في اللغة الإنجليزية إلى عملية ربط الجمل بجمل أخرى في اللغة الإنجليزية. إذا درس اليوم هو كيف ممكن أنت تربط جمل بجمل أخرى فتصبح عندك القدرة لتكوين أكثر من جملة في نفس الوقت. طبعا هذا الدرس بيهم كثير من الناس، لأنه أغلب الناس عندما تتحدث أنت اللغة الإنجليزية وتتكلم فقط بجمل قصيرة يتم تقييمك أو تقييم مستواك أنه مستوى مبتدئ في اللغة الإنجليزية، كويس ما في مشكلة، ولكن ما زلت أنت مستواك مبتدئ. يعني لو أنت حاب تقول I like sport، أنا أحب الرياضة، I have a car، أنا عندي سيارة، I study English، أنا أدرس الإنجليزية، You play football، أنت تلعب كرة القدم، أو You played، أنت لعبت كرة القدم، أو You will play، أنت سوف تلعب كرة القدم. كل هذا جميل، لكن من وجهة نظر الناس أو المدرسين أو تحديد مستواك فأنت في المستويات المبتدئة، كونت جملة، لكن المهم كيف أنك أنت ممكن تربط جملك أو أفكارك اللي بتجيك من اللغة العربية اللغة الإنجليزية، كيف تربطهم في أكثر من جملة. طيب، عندنا أدوات الربط أو كلمات الربط كثيرة، ولكننا هنوجه يعني أو نسلط الضوء على أنت معناتها و، but معناتها ولكن، because معناتها لأن، وso معناتها لذلك. طيب، الأربعة الكلمات هذه هناخذ عليها أمثلة عشان نشوف كيف ربطت جملتين. خذ بالك، يعني عندما نقول تربط جملتين، الربط هذا يعني معناته في جملة وفي جملة، وهذه الكلمات أكيد من الطبيعي أنها تجي في الوسط عشان تربط جملة وجملة. طيب، عندما نشوف هنا I can cook، أنا أستطيع أن أطبخ، and I can drive، وأنا أستطيع أن أنا أقود. يعني طبعا هي نفسها أعطيتك إياها بطريقة أخرى، تستطيع أن تقول I can cook and drive. طبعا أيهم أفضل يا أستاذ مراد؟ طبعا هذه الأفضل، بس أنا بوريك أنه الآن هي بتربط جمل، مش فقط يعني انها فقط بتيجي مثلا I have a car and a book، انا عندي كتاب وسيارة، لا، هذه مش ربط جمل، هذه كلمة وكلمة، لكن بتربط جملة. الآن بتربط جملة، مثلا تقدر تقول I went، انا ذهبت to ماليزيا، الى ماليزيا، and شوف انت حاب تجيب جملة ثانية، انا رحت ماليزيا، هذه جملة، وحاب تربطها بجملة ثانية انك عملت حاجة اخرى، وزرت مثلا مدينة كذا كذا، and I visited، وأنا زرت، أو I played، أو لعبت، أو I studied. إذا I went to Malaysia، أنا رحت إلى ماليزيا، and I studied English language، وأنا درست اللغة الإنجليزية. إذا الآن ربطت جملتين. ننتقل إلى الكلمة الأخرى اللي هي but. تعالوا نشوف but كيف بتربط. I have a car، أنا عندي سيارة، but ولكن I cannot drive، مش قادر أسوق. يعني واحد بيقول طب ليش اشترى السيارة؟ يا أخي يمكن جت له هدية، بس احنا بناخذ المثال إنه I have a car، أنا عندي سيارة، هذه جملة. الجملة الثانية I cannot drive، لا أستطيع أن أسوق أو أقود السيارة. هي جملتين، فين جت البات؟ ما بين الجملتين. طب انا كيف اتاكد ان هي جملتين؟ هتشوف انها سابجكت فيرب اوبجكت، والجمله الثانيه سابجكت فيرب اوبجكت، طبيعي يعني ما عندك مشكله. الجمله الثانيه مثال اخر على البات، هي كان سبيك انجلش لانجويج، هو يستطيع ان يتحدث اللغه الانجليزيه. بات جمله، هنحاول نضيف جمله، واحد قال لو وقفت هنا يعني. ما هي كده تستطيع انك انت توقف هنا وتصبح جمله طبيعيه. هنا الان جمله هي كان سبيك انجلش لانجويج بس، لكن احنا حابين نربط الجمله بجمله اخرى فنقول بات هي كانت
كانت اختصار لي كان نوت هي كانت سبيك مثلا فرنش ولا تشاينيز. هو يستطيع ان يتحدث اللغه الانجليزيه لكنه لا يستطيع ان يتحدث اللغه الفرنسيه او الصينيه او الايطاليه. بعد كده ننتقل الى بيكوز اللي معناتها بسبب او لانه. فنقول I don't like، أنا ما أحبش، ويجيب مثلا أي مدينة أو أي دولة، I don't like جدة، شرم الشيخ، أي دولة، because it's hot، لأنه هي حارة، الجو فيها حار فأنا ما بتعجبني. واحد يقول لك خلينا نروح let's go to شرم أو مثلا to جدة أو to أي دولة مثلا حارة أو مدينة حارة، فتقول I don't like وتجيب اسم المدينة أو الشيء اللي أنت ما يعجبك وتجيب سبب. إيش السبب؟ ليش أنت ما بتحبه؟ Because it's hot، because it's expensive، because it's far، لأنه بعيد. طيب مثال آخر على because أيضا، We don't visit him أو علي، تقدر تقول him أو علي، him يعني يعني مفعول به لأنه محل علي. نحن لا نزور علي أو لا نزوره، ليش؟ أعطيني سبب. Because he doesn't like anyone to visit him، لأنه هو ما بيحبش أي حد to visit him أن يزوره. عيد مرة ثانية، we don't اختصار do not، we don't visit him أو we don't visit علي. واحد يقول لك why، ليش يا أخي ما بتزوره؟ because he doesn't like، هو لا يحب anyone أي شخص to visit him إنه يزوره. انت لو تركز انه ربط الجمل بيعطيك مستوى محادثة جيد، يعني مختلف عن الاول اللي هو I like football، I don't visit علي، I play كذا، I watch TV. لا تلاحظ انك انت انا ما بزورش علي لانه هو ما بحبش اي حد يزوره عندي، يعني حلو التكوين الجمل وربطها مع بعض، شيء جميل. وها يعني اي واحد هيسمعك يحس انه مستواك في اللغة الانجليزية افضل طبعا بكثير من انك تكون جملة قصيرة. ننتقل إلى الأخير so. So يا so I am sick، أنا مريض، لذلك so I will see a doctor، هشوف لي دكتور، أنا هروح أشوف دكتور. ليش؟ لأنه أنا مريض. طب هي جملتين أصلاً، I am sick هذه جملة، I will see a doctor هذه جملة، لكن ربطناها ب so، لذلك أو عشان كذا أو من أجل ذلك. جملة أخرى، he is poor، هو فقير، so he can't buy a car، مش قادر هو يشتري سيارة. he can't هو لا يستطيع، لا يقدر، ليس لديه المقدرة إنه buy يشتري a car. إذا هي جملتين، he is poor هي جملة، وhe can't buy a car جملة أخرى ربطناها ب so. طبعا لو ركزتوا الادوات الربط هذه كثير جدا بنحتاج نستخدمها. انت شخصيا يعني او اي شخص بيتحدث اللغه الانجليزيه هيلاحظ انه بعد ما يكون جمل هيشوف نفسه انه هو ضروري يربط هذه الجمل، واول ما تواجه طبعا ادوات الربط كثيره، لكن انا اعطيتك الاربعه هذه، ان شاء الله في درس اخر حاعطيكم يعني كلمات ربط اخرى. في نقطه هنا حاب اوجه يعني اسلط الضوء اليها، وهي يمكن ما قد مرت عليك، يعني الشرح هذا يمكن بشرحه الان يمكن ما مر عليك، وهو نقاط بتساعدك انت عندما بتكون الجمل او بتترجم. اولا بتلاحظ انه الان والبات والبيكوز والسو قبلهم زي ما قلنا جمله وبعدهم جمله، ولكن بعد الان او بعد البات او بعد البيكوز او بعد السو بتلاحظ ياتي سبجكت مباشره. وهنا في ملحوظة، يعني مثلا زي كلمة مثلا but I، هنا ترجمتها ايش في اللغة العربية؟ عندك but لكن و I أنا، but I لكنني. شوف بعض الأحيان أنت بتترجم بتتكلم إنجليزي وتجي على بالك كلام عربي أنك حاب تقول لكنني، لكنه، أنا أعطيتها، لكنها، لكنهم، لكنهم but they، لكنها البنت but she doesn't like that، لكنها لا تحب ذلك، but you، لكنك وعدتني، but you promised me. شوفوا هذه ملاحظات جدا حلوة، but I لكنني، but he لكنه، but she لكنها، but you لكنك أو لكنكم، but they لكنهم، but we لكننا،
نفس المعيار ونفس الموضوع. عندما تقول على بيكوز ممكن تقول بيكوز لأن، بيكوز اي ها ايش هتكون؟ لأنني انا مش هعطيك الفلوس. I will not give you the money because you لأنك، because الواحد لأن، you لأنك، because you لأنك don't كذا كذا كذا. I will not help her مش هساعدها. ليش؟ because she لأنها، because they لأنهم. اعتقد وصلت المعلومة. ايضا نفس الكلام so I، هذه بسيطة so I، لذلك انا، لذلك هم، لذلك كذا. اتمنى انكم يعني اذا اردت انك تستوعب هذا الدرس، وانا حقيقة يعني انصح به يعني بشدة، انصح بهذا الدرس بشدة، انك تروح تكون جمل كثيرة. يا جماعة يا اخواني يا اخواتي، والله العظيم اكلمكم بأمانة، لا يكفي فقط النظر الى اليوتيوب وان تستمع وتفهم وتقول ما شاء الله والله الدرس جدا جميل كل شيء جميل بإذن الله وانت كمان جميل، لكن احنا نحتاجك انك انت تتحدث. هذه لغة يعني محتاجة كلام، محتاجة تطبيق. انت هتاخذ المعلومة من هنا مش هتطبقها، هتنساها وكأن شيئا لم يكن. هتتذكرها بعد فترة بتقول والله انا مرت علي البطل بيكوز، بس يا اخي المعلومات الانجليزيه كثيره، فاكيد اذا لم تطبقها. وهتقول اطبقها كيف؟ طيب يا اخي جيب ورقه وقلم وحاول تكتب. يا اخي انا بقود سياره الان، انا بسوق سياره، انا الان مشغول في كونها جمله في عقلك. اكون جمله كيف؟ يعني قول مثلا they will play football، هم سوف يلعبون كره القدم، وجيب لك اي واحده من هذه. but ولكنهم، but they will not go أو they will not play with Sammy، لكنهم مش هيلعبوا مع سامي. ليش؟ because لأنه هم، because they don't like him، لأنهم ما بيحبوه. اربطها كمان بجملة so لذلك، عشان كذا علي is upset، علي is angry، عشان كذا علي غضبان. هتلاحظ نفسك انك انت بدأت تدخل من جملة لجملة، وبدأ مستوى المحادثة عندك ينتقل من تكوين جمل بسيطة إلى جمل أطول. هعطيك مثال آخر عشان ما أطول المقطع أكثر من كذا. واحد بيقول I don't مثلا watch American movies، أنا ما أتفرجش الأفلام الأمريكية. But لكني but I like Chinese أو Asian movies، الأفلام الصينية. Because لأنه they play karate، لانه هم بيلعبوا الكاراتيه، او ان هم مثلا because I like Jackie Chan مثلا. So عشان كذا I will go and watch، هروح اتفرج American Chinese movie او Jackie Chan movie today، هتفرج فيلم لجاكي شان اليوم. وعلى هذا الحال يعني تستطيع انك انت تربط الجمل، وهتشوف نفسك بديت تتحسن في اللغة الانجليزية. درس اليوم صراحة درس مهم جدا، وتحتاج انك انت تطبقه، لا يحتاج فقط انك تنظر اليه وتفهمه وتستوعبه. اللي بتدرسوه مش تاريخ، اللي بتدرسوه يعني مش معلومات ثقافيه عشان بتاخذ افكار رئيسيه وتفهم المين ايديا، الفكره الرئيسيه وتقول خلاص، لا، اللي بتاخذه لغه، فاللغه تحتاج تطبيق، وتحاول انك انت تكتب، وتحاول تشوف شخص، وتحاول وانت بتكلم وتتذكر ادوات الربط هذه. اتمنى ان يكون الدرس اليوم افادكم، لانه فعلا انا نفسي بكم تستفيدوا. لا تنسوا انه تشيروا المقطع يستفيد منه اكبر عدد ممكن، لا تنسوا اللايك والاشتراك. Thank you very much. See you soon. Good luck. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا الى درس جديد اليوم. وحقيقة درس اليوم انا اعتبره شخصيا انه درس جدا مهم ونحتاجه كثير جدا في المحادثات، وهو درس الوين. ما معنى الوين؟ الوين يعني كما نعرف في السؤال تختلف معناها عن الجمل. ففي السؤال يعني تعني متى، when do you go to work، متى تذهب الى العمل، وهذا ليس موضوعنا. نحن نتحدث عن الوين عندما تأتي في الجمل وليس في الأسئلة، ويختلف معناتها عن السؤال، ويتحول من كلمة متى إلى عندما. إذا الوين في الجمل تعني عندما. طيب
حقيقة الكثير من الطلاب ما يعرف كيف يستخدم يعني الوين بشكل صحيح، وهناك أخطاء بتتكرر معاه سواء في الرايتنج أو في السبيكينج. فتعالوا نسلط الضوء على كلمة وين وما هي استخداماتها. حقيقة إن الوين بتربط جملتين مع بعض، يعني هي برضو أحد أدوات ربط الجمل أنت بتستخدم الوين. طيب الوين في الغالب لا تأتي يعني مفردة، ولكن تأتي في سياق يعني كالآتي: When I went out، عندما أنا خرجت إلى الخارج، يعني خرجت برا البيت خارج البيت. It was raining، هي كانت تمطر. طبعا أنا تحدثت عليها قبل كذا الوين في درس الباست كونتينيوس الماضي المستمر، وتحدثنا عليها إن هي تأتي في الدرس هذا، وأخذنا أمثلة كثيرة عليها، وهذا الدرس أيضا هو درس ماضي مستمر، ولكن إحنا يهمنا التركيز على الوين وليس على الباست كونتينيوس، وهندرس حالاته المتعددة. يعني الوين له أكثر من شكل، كيف تستخدمه في الماضي المستمر، في المضارع، في المستقبل. يعني أيضا هناك أخطاء يعني حابين نوضحها لكثير من الطلاب. أنت تستطيع أن تعكس جملتك فتقول It was raining، It was raining، إنها كانت تمطر. When I went out، عندما أنا خرجت. الفرق ما بين الجملة الأولى والجملة الأولى الثانية عفوا، إنه عندما تبدأ الجملة بوين في الكتابة لابد أن تضع كوما، أي الفاصلة، كذا القانون، لأنه يعتبروها يعني إنه هذا الجزء أول. عندما أنا خرجت يعني يعني والحدث إيش حصل؟ إنه كانت بتمطر. لكن عندما تبدأ كانت تمطر عندما أنا خرجت، فلا داعي أن تضع الكوما الفاصلة، هذا هو القانون يعني. طيب هذه الحالة الأولى للوين. ننتقل للحالة الثانية. أحدهم يقول When I see you، عندما أنا يعني هشوفك، عندما أنا إيش قلت يا أستاذ مراد؟ عندما أنا هشوفك. طيب أنت ليش ما كتبت When I will see you؟ بالضبط هنا التنبيه اللي أنا حاب أنبهه: لا تستخدم الوين في المستقبل، يعني هذه من التحذيرات. لا تقول When I will، هذه لا توجد في الإنجليزي. في الإنجليزية بشكل كامل لا يوجد حاجة اسمها When I will see you، عندما أنا هشوفك. طب إيش نكتب يا أستاذ مراد؟ هي تكتب بشكل مضارع Present Simple، والمعنى مضمون المعنى في الفيوتشر، في المستقبل. يعني هنا الآن معناتها عندما أنا هشوفك أو عندما أنا سأراك بالضبط، ولكن لا تكتب will. ليش يا أستاذ؟ هي بالشكل هذا الوين قاعدتها ثابتة، إنك أنت لا تستطيع أن تستخدمها مع المستقبل. الجزء الثاني من الجملة ممكن تستخدم المستقبل عشان توضح أن الجملة في الفيوتشر، فتقول When I see you I will give you the money، عندما أنا أراك، عندما أنا إن شاء الله أشوفك، I will give you، هعطيك مالك أو الفلوس أو المبلغ الفلاني. وكما يعني أخبرتكم أنت تستطيع أن تعكس الجملة وتقول I will give you the money، أنا سوف أعطيك المال، When I see you، وليست When I will see you. واضحة؟ يعني فقط الوين لا تستخدم مع I will. When I will، When he will، When she will، هذا كله خطأ. طيب أستاذ مراد، هي تيجي فقط الوين يعني بس فقط في المضارع؟ لا لا، تأتي في الماضي، تأتي في الماضي البسيط، الماضي المستمر. يعني مثلا شوف، أنا حولت نفس الجملة هذه When I see you، عندما أنا هشوفك، ممكن تقول عندما أنا شفتك، عندما أنا رأيتك، تمام؟ When I see you I give you the money، أعطيتك المال. يعني أحدهم أنكرك إنك أعطيت المبلغ الفلاني، فأنت حاب تذكره، تقول له لا، أنا عندما شفتك في الحفلة أنا أعطيتك الفلوس، أعطيتك المبلغ المالي. فكيف تقولها؟ When I saw، ماضي see saw، عندما أنا رأيتك in the party، في الحفلة، أو in the supermarket، أو in كذا كذا، I gave، I gave، طبعا بدون will، هنا مش هيكون في will، يعني مش لا يوجد will هنا، لا يوجد will، أكيد طبعا لأنه ماضي. When I saw you
I gave you the money. هذه تكون في الماضي. في المستقبل when I see you وليست when I will see you, I will give you the money. اوكي؟ أصبحت واضحة؟ طيب هنا أيضا يعني طريقة أخرى لاستخدامات الـ when. واحد يقول ممكن أستخدمها when I am, when he is. ممكن ما فيش مشكلة. when I am sick عندما أنا أكون مريض. أيوة I go to the doctor أروح للمستشفى أروح للدكتور. when I am sick when I feel عندما أشعر مثلا بالمرض. when عندما أكون جيعان. when I am hungry I go to the restaurant طبيعي أنك تروح المطعم. okay when I am when he is أنا بكلمك على ولدي أو على صديقي فأقول لك والله when he is angry عندما يكون هذا الرجل غضبان he breaks بكسر anything around him أي شيء حوله أو when she is sick عندما تكون هي مريضة she doesn't eat فهي لا تأكل إذا أنا ممكن أستخدم am is are ما فيش أي مشكلة تتكلم مع واحد أمامك تقول له when you are angry when you are hungry when you are late عندما أنت تكون متأخر عندما كذا كذا وتكمل جملتك ما فيش أي مشكلة نفس الكلام when I am sick I go when I was sick عندما كنت مريض I went ماضي go أنا ذهبت إذا تستطيع أن تستخدمها في المضارع أو في الماضي لا يوجد أي إشكالية اللهم إنه كما حذرتك إنه الوين مثل هنا when I get home شوف هو إيش يقصد في جملته هذه هو حاب يقول عندما أنا إن شاء الله سأصل إلى البيت هاخذ دش I am going to have a shower هو المعنى تبعه في الفيوتشر صح؟ لكن لا يستخدم مع الوين will يعني لا يقول when I will get home عندما سأصل للبيت هذه الجملة بتصير خطأ when I will هذه خطأ ولكن when I get home when I go وليست when I will go واضح؟ تعالوا نشوف الأخطاء اللي كلمتكم عليها عندما يقول أحدهم طبعا أنتم بتعملوا أخطاء بدون ما تشعروا فلذلك أنا بحاول أوضح لكم الأخطاء هذه عشان لا ترتكبوها في الرايتنج في السبيكينج وتأثر على يعني مستواكم في اللغة الإنجليزية فالبعض يترجم كلامه فيقول عندما أنا سوف أذهب إلى لندن سوف أشتري كذا وكذا وكذا وهو خطأ هنا الجملة زي ما أنتم شايفين ليش؟ أكيد أنتم فاهمين أنه ما فيش حاجة اسمها when I will هتصبح when I go عندما أنا أذهب إلى لندن هي ضمنيا معناتها عندما سوف أذهب ولكن لا تستخدم will بعد الwill هذا خطأ منتشر أنا أيضا بكتشف أخطاء عند الطلاب عندما يتحدث اللغة الإنجليزية إحنا قلنا إن الwill بتربط جملتين صح؟ جميل فتشوف واحد يقول I will tell you أنا سوف أخبرك when see you عندما أراك لو الترجمة كده تطلع معك حلوة حبة حبة when I will tell you أنا سوف أخبرك على السر هذا أو على الموضوع أنا بكلمك بالجوال لكن أنا مش هكلمك إلا لما أشوفك فI will tell you when see you هنا في خطأ واضح بس البعض يمكن ما يركز عليه لازم تضع R ليش يا أستاذ مراد؟ بما أن الوين بيربط جملتين فكل جملة مكونة من subject و verb و object متفقين أن الجملة تتكون من subject و verb و object طيب عندما الجملة تتكون من subject و verb و object فالوين بيربط جملتين يعني قبله تأتي جملة subject و verb و object وبعده تأتي جملة subject و verb و object فهنا لن تضع السبجكت وهذه أنا بشوفها كثير عند الطلاب عندما يستخدم مثلا when لا يضع سبجكت يقول لك مثلا when see you when play مين هو اللي بيلعب ومين هو اللي see واخد بالك معايا أنت عندما بتتكلم بتترجم كلامك وبتطيح منك كلمات أو تسقط منك كلمات سهوا لأنك غير مركز إن ال when بتأتي بعدها سبجكت يعني دائما تقول عندما أنا عندما أنت عندما الشجرة هذه عندما الشركة الفلانية
تدفع الرواتب، إذا لابد أن تأتي بعد الوين subject. صحيح أنه لا توجد كتب قواعد توضح هذه النقاط اللي أنا بتكلمها بشكل دقيق، ولكن لأني أنا يعني عارف وبشوف الأخطاء اللي بتتكرر أمامي وتدريس لفترة طويلة، فبتعرف إيش هي المشاكل اللي بيعاني منها أكثر الطلاب واللي بيقعوا فيها كأخطاء متكررة. فلذلك لابد أن تضع I. واحد يقول مثلا when find it، عندما أنا أجدها find يجد، يعني واحد يقول أنا ضيعت كتابي أو محفظتي أو أي شيء، فالثاني يقول له يعني حاب يقول له عندما أنا أجدها سوف أتصل بك، فهو يقول when find it I will call you. لاحظ أيضا أنه لم يضع الـ I عندما أنا أجدها تمام سوف أتصل بك، فالـ it تعود على الشيء اللي ضاع على هذا الشخص. إذا خذ بالك أنك أنت عندما تكون جملة مع when لابد أنك أنت يعني تجيب بعدها subject في الغالب، يعني في الغالب when I see you عندما أنا أشوفك، when I play عندما أنا ألعب، أنا يعجبني أن أنا أستخدم كذا، when I called عندما أنا اتصلت، يعني مضارع ماضي ما عنديش مشكلة. والمستقبل أستاذ مراد، أيوة تستطيع تستخدم الوين في المستقبل بس ما تكتب شوي، يعني أنا الحين حابة أتكلم في المستقبل يا أستاذ مراد، معليش حابة حابة عليه. الوين أستخدمها في المضارع، تستخدمها في المضارع. when مثلا زي ما قلنا when I feel، when I am sick، when I feel sick عندما أشعر بالمرض I go to the doctor، هذا مضارع بسيط عادات. في الماضي when I was، when I was عندما أنا كنت مريض، أو عندما أنا I felt شعرت بالمرض، ولا when I called you عندما أنا اتصلت لك أنت لم تجيبني، you didn't answer me، لم تجاوب علي. when I مثلا played football عندما لعبت كرة القدم، I didn't enjoy، لم أستمتع باللعبة، هذه في الماضي. في المستقبل تستخدمها بس لا تضع كلمة will، يعني when I see you يعني مثل كأنك تقول when I will see you، when I see ليلى عندما أنا هشوف ليلى I will tell her about you، سوف أخبرها عنك. في الجزء الثاني I will tell her ما فيش مشكلة، لكن مع ال when لا تستخدم when I will، when she will، when they will. أعتقد الآن أصبحت الصورة واضحة، وأتمنى أنك ما تخطأ في الوين، وحقيقة يعني كلمة جدا جدا مهمة وبتستخدمها في كلامنا في العربي في الإنجليزي، بتلاحظ نفسك بتستخدمها بدون ما تحس وبدون ما تشعر. وإذا أنت لم تنتبه للأخطاء اللي أنا بكلمك عليها فأخطاءك تكون كثيرة جدا، يعني واحد يقول الوين مش مهمة كثير، لا يا عمي انت بتقول عندما انا اخبرتهم، عندما انا وجدت انه ما عندهمش مثلا مبلغ من المال فاتصلت له لانه هو كان ما عندوش اي خلفية عن الموضوع، عندما انا اتصلت فيه، عندما هم جاءوا، عندما نحن، يعني عندما هذه وين حقيقة كثير يعني بنستخدمها too much في الانجليزي. وخذ بالك من الأخطاء اللي أنا حذرتك منها. الموضوع باختصار إن الوين معناته في الجمل عندما، لكن في السؤال متى، وما يهمنا موضوع السؤال، اللي يهمني إنك أنت تستخدم الوين بالشكل الصحيح. وباختصار نعيد الموضوع أو نختصره، when I went out هي جملتين بنستخدم الوين نربط فيه الجمل، ممكن تكون مضارع، ممكن تكون ماضي، ممكن تكون مستقبل، ولكن في المستقبل لا تقول when I will، شيل الوين وقول when I go، when I play، when she goes، when she plays. نضيف اسم على الشيء، أي طبيعي تعاملها كأنها present simple، when she goes to school عندما سوف تذهب إلى المدرسة I will call her، سوف أتصل بها، وهكذا. أتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، وإن شاء الله يعني تطبقوها إن شاء الله في الرايتنج وتستخدموها في الاسبيكينج في التحدث. Thank you very much، شكرا جزيلا لكم. لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا أنه تشيروها وتشاركوا فيها مع زملائكم. Thank you and good luck، حظا موفقا. See you soon، أراكم قريبا. Hello everybody، مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية، ودرس اليوم مهم كثير جدا تقريبا لجميع دارسي اللغة الإنجليزية. وهنتكلم اليوم
على ما يسمى باللغة العربية الأسماء الموصولة. قد يقول البعض أنا ما أعرف إيش معنى الأسماء الموصولة، ولكن إحنا هنتكلم على ثلاث كلمات فقط اليوم، وتخيلوا الثلاث الكلمات هذه مهمة جدا، وهي درس كبير وطويل، ولكن سيتم اختصاره اليوم إن شاء الله بشكل مبسط ومخفف. إحنا نتكلم على الهو والذات والوجه. طبعا الهو معناتها إيش؟ البعض أو الأغلبية بيقول أن الهو تعني من، لأن إحنا في السؤال بنقول who is he، من يكون هو، who are they، من يكون هم. هذا الكلام صحيح، ولكن هنا الكلمة في وسط الجملة وليست في أول السؤال حتى تقول إن معناتها من. إذا المعنى يختلف تماما. كذلك الذات، البعض يعتقد أن معناتها ذلك، this هذا، وذات ذلك، this is a book، هذا يكون كتاب للقريب، وذات is a book، ذلك يكون كتاب للبعيد. وللأسف أيضا المعنى هنا يختلف تماما. طيب ماذا تعني الهو؟ الهو تعني الذي. واحد يقول الذي يعني إيش يعني؟ الذي يعني مثلا نحن نقول مثلا كما نقول في مثلا في عندما تحدث اللغة العربية، هذا هو الرجل الذي ساعدني، هذا هو الرجل الذي قتل فلان، هذا هو الدكتور الذي عالج أبي، هذه هي المرأة التي. إذا ممكن تأتي مؤنثة أو مذكرة، الذي أو التي. طيب وذات نفس المعنى، الذي أو التي يعني نفس الموضوع اللي أنا أخبرتك عليه، الرجل الذي عالج، المرأة التي ساعدت، الطباخ الذي طبخ، هو وذات بمعنى الذي أو التي. طيب which أنا أعرفها، which معقولة هتكون نفس الموضوع الوجه يعني في السؤال أيهما؟ يعني مثلا أنا أخبر أحدهم give me that book، أعطيني ذلك الكتاب، فيسألني which book، أي كتاب تريد، فأخبره مثلا the red book، الكتاب الأحمر. فمعناته which أعرفه في السؤال بمعنى أيهما، أي كتاب. صحيح في السؤال في الجملة في صحيح المعنى تختلف، لكن هنا الهو والذات والوجه يعني الثلاثة يعنوا الذي أو التي، الذي أو التي. طيب إحنا اتفقنا إنه الهو معناته الذي أو التي، والذات الذي أو التي، ووجه الذي أو التي. طيب ما هي الفائدة منهم وكيف نستخدمهم؟ يعني حقيقة الدرس اليوم هو مهم جدا لكثير من الطلاب، لأنه إحنا بنستخدم هذه الكلمات عشان نربط جمل. وحقيقة الدرس هذا لابد انك تدرسه وتتعلمه، لانه لو انت مش عارف الدرس هذا ستواجه مشكلة عندما تحاول تربط جمل. يعني اسمعني، مثلا لو واحد ما يعرف كلمة الذي او التي، فهو فقط سيقوم بتكوين جملة ثم جملة ثم جملة، لا يستطيع ان يربط الجمل مع بعض. تعال نشوف الجمل اللي انا كتبتها. طبعا حيقولنا الهو او الذات او الويتش، احنا نربط جملتين. عندنا جملتين هنا، واحد احدهم يقول I met a man، انا قابلت رجلا. طبعا met هي ماضي meet، والماضي منها met، والتصريف الثالث met، انا قابلت رجلا a man. فلستوب انتهت الجملة وبدأنا جملة من جديد. He can speak، هذا الرجل اللي انا قابلته هو يستطيع أن يتحدث three languages، ثلاث لغات. طيب إحنا مش حابين إن أنت تكون جملتين، حابين نربطها ونخليها جملة واحدة. فنقول I met a man who can، بدل الهي إحنا حولناها هو، أنا قابلت الرجل أو رجل اللي أو الذي يستطيع أن يتحدث three languages، نفس الموضوع. فقط انتوا لو تركزوا فقط قمنا بتغيير الهي الى هو. اذا اصبحت معنا جمله واحده. واحد يقول يعني وما الفرق يعني؟ لا طبعا الفرق كبير جدا.
اولا انك انت بتبين امام الناس انه انت عندك لغه يعني كويسه وجيده، انك بتربط جمله ورا جمله، وهذا دليل على انه مستواك في اللغه الانجليزيه جيد. طبعا انت نفس الموضوع عندما تتحدث الى شخص باللغه العربيه فيقول لك انا احب الرياضه التي تلعب كره القدم، او انا احب ذلك الرجل هذا ساعدني، ستجد ان لغته يعني بصراحه مقطعه ومجزأة، عكس عندما تكون متسلسله ومربوطه مع بعضها البعض، فيعني يتبادر الى ذهن اي شخص يسمع هذا الرجل ان لغته الانجليزيه جيده. تعال نشوف ايضا امثله اخرى، بس قبل ما ننزل على الامثله، ما الفرق ما بين الهو والذات والويتش؟ هذا سؤال يفرض نفسه. ما الفرق بين الهو والذات والويتش اذا كلهم معناتهم الذي او التي؟ يقول لك ان الهو تستخدمه للبيبل يعني للعاقل، اما الويتش فتستخدمه للثينجز يعني لغير العاقل للاشياء. واحد يقول عاقل غير عاقل، يعني عاقل الناس، اما الجماد والحيوانات فتستخدم معها ويتش. طيب والذات؟ لا، الذات تستخدم مع العاقل وغير العاقل، فلذلك هي الاكثر شهره، يعني تجدوها هي الاكثر شهره، بتريح الواحد انه هو يستخدمها براحته. طيب واحد يقول برضو انا مش واضحه عندي كيف للعاقل وكيف لغير العاقل. الحين الان احنا قلنا قابلنا رجلا، خذ بالك ان الهو والذات والوجه فين تضعها؟ تضعها عشان تعرف انسان او جماد، يعني مثلا انا قابلت رجلا او امراه او مدرس او دكتور، كل هؤلاء عاقل، فتضع بعدهم هو، انا قابلت رجلا هو، قابلت دكتورا هو، قابلت امراه هو، او ذات، يعني تستطيع ان تقول ذات، اي ميت امان ذات، يعني تستطيع ان تستخدم ذات صحيح وهو صحيح، لا اشكال في ذلك. طيب ولكن ويتش خطا، لو وضعت ويتش هنا خطا. ليش يا استاذ مراد؟ لانه الويتش جاء قبلها عاقل، ونحن قلنا ان الويتش تستخدم لغير العاقل. طيب ناخذ امثله اكثر وهنشوف الهو والذات والويتش كيف تستخدم. مثال اخر يقول the man who phoned، الرجل الذي اتصل. شوف هنا خلاص انا لم اقسمها جملتين، خلاص دخلتها في جمله واحده عشان نتعود عليها. the man who phoned، الرجل الذي اتصل بالليلي، didn't give his name، لم يعطي اسمه. the man who phoned، الرجل الذي اتصل، didn't give his name، لم يعطي اسمه. مثال اخر the people who، شوف the man who، the people who، فالهو مرتبطة بما قبلها لأنه عاقل. الناس الذين work يعملون in the office في المكتب are friendly، حقيقة أنهم ودودين ويعني طيبين. واحد يقول أستطيع أن أقول هنا ذات، نعم تستطيع، حتى هنا تستطيع أن تقول ذات. أستطيع أن أقول which؟ لا طبعا، زي ما أخبرتكم أنه الهو أو الذات يستخدم للعاقل، الهو للعاقل والذات للعاقل أو لغير العاقل، فالذات توضع في أي مكان لا توجد لديها مشكلة. طيب تعالوا نشوف الويتش أمثلة عليها، أنا جبتها مثالين وثم ربطنا. واحد أو أحدهم يقول I live in a house، أنا أعيش في منزل. هذه جملة انتهت، ثم بدأ بجملة ثانية يريد أن يقول إن هذا البيت عمره 500 سنة، فيقول it، الإت تعود على المنزل، يعني it is 500 years old، عمره 500 سنة. طيب عشان نربط الجملة هذه ونجعلها جملة واحدة، أنا أعيش في بيت اللي عمره أو الذي عمره 500 سنة، سنقول I live in a house. شوف نفس الجملة فقط قمنا بتغيير الإت إلى which. طيب ايش اصبحت يا استاذ مراد؟ طبعا الويتش لانها تتكلم عن هاوس، والهاوس غير عاقل، فاذا من الطبيعي انك انت هتقول اي ليف ان هاوس ويتش، الذي عمره كذا كذا. طب استطيع استاذ مراد ان اقول ذات؟
تستطيع. أستطيع أن أقول هو؟ لا لا تستطيع. الهو خطأ لأن الهاوس غير عاقل. إذا الهو والذات والويتش هي أدوات ربط جمل نحتاجها كثير جدا. إذا أنت ما تحتاجها ستضطر أن تقطع الجمل بهذا الشكل كما أخبرتك، وسيكون مستواك في اللغة الإنجليزية أمام الآخرين مش بتلك الجودة. أيضا هذا الموضوع قد يسألني أحدهم الهو والذات والويتش يا أستاذ مراد، هل هم يعني محددين بزمن معين؟ لا، في المضارع، في الماضي، في المستقبل، كما تحب. يعني كيف يا أستاذ مراد؟ يعني أقدر أقول مثلا the doctor، الدكتور who helped me، الذي ساعدني، أو who will help me، اللي سوف يساعدني، أو who is helping my brother، اللي جالس يساعد أخي الآن، أو who helps، اللي بيساعد دائما my family، عائلتي، اللي تحب يعني ما فيش مشكلة. طيب تيجي يا أستاذ مراد في الجملة فقط، ولا ممكن تيجي جملة ونفي وسؤال؟ تأتي في جملة، في نفي، في سؤال، في مضارع، في ماضي. المسألة ليست مرتبطة بشيء محدد، هي يعني هدفها أو عملها إنها تربط الجمل في بعضها. ممكن أيضا تستخدمها في السؤال كما حصل هنا، واحد يقول Do you know، هل تعرف anyone، أي أحد، هو كان، اللي يستطيع انه هو مثلا فيكس كارز، اللي يقدر يصلح السيارات، هو كان هيلب مي، اللي يقدر يساعدني. Do you know anyone who will go to مثلا لندن، هل تعرف اي شخص هيروح لندن، حاب يعني ارسل معه شيء. وعلى هذا الحال طيب، طبعا هنا anyone لانه عاقل فقلنا هو. تعال نشوف هنا سؤال، أحدهم يسأل What's the name of the river؟ ما اسم النهر؟ النهر غير عاقل جمال. What's the name of the river which flows، الذي يصب through، من خلال the town، المدينة، ما اسم هذا النهر؟ What's the name of the river which flows through the town، الذي يصب من خلال المدينة. احنا إذا which river. أحدهم يقول والله يا أستاذ مراد كلامك على عيني وراسي وكلام جميل، ولكن عندما أنا أريد أن أكون جملة يعني أنا أجد نفسي في حالة يعني عدم مقدرة وخربطة. شوف يا عزيزي الطالب، أنت قم أول شيء إذا أردت أنك تكون جمل وتستخدم الهو والذات والويتش، قم أول شيء بكتابتها باللغة العربية. مثلا إذا أنت تواجه مشكلة يعني اكتب في اللغة العربية مستخدما الذي أو التي، وقل مثلا هذا هو المنزل الذي أعيش فيه، هذه هي الشركة التي يعمل بها أخي، التي والذي، ثم قم بترجمتها. هذا هو المنزل الذي أعيش فيه، This is the house. هتقول إيش، هو ولا ذات ولا which؟ من الطبيعي إنها which أو ذات لأنه المنزل غير عاقل. This is the house which I live in، هذا هو المنزل الذي أعيش فيه. أو This is the company، هذه هي الشركة which I work at، التي أنا أعمل فيها. وعلى هذا الحال لا يعني تتوقف عند فكرة معينة تمنعك من أن تصنع جمل، لا، أنت تستطيع أن تصنع جمل، وتستطيع أنك أنت يعني تتمرن عليها، تدخلها في سؤال، في نفي، مثلا تستطيع تنفي وتقول مثلا This is not the book، هذا هو ليس الكتاب، هذا مش الكتاب. This is not the book which، الذي، which I read، الذي قرأته yesterday. The book which I read yesterday، الكتاب اللي أنا قرأته أمس، was red، كان أحمر. شوف كيف تستطيع أن تكون جمل كثيرة، تستطيع أن تكون أسئلة. أهم شيء إنه الهو والذات والويتش، الهو للبيبل العاقل، والويتش لغير العاقل، للثينجز الأشياء، والذات تستخدمها للهو للعاقل أو لغير العاقل. وحاول أن تتمرس على هذه التمارين بشكل مكثف حتى تتضح لك الفروق وتمشي الأمور معك طيبة بإذن الله. حقيقة يا أخواني إنه هذا الدرس من الدروس المهمة والمفيدة جدا أثناء المحادثات، ولما أنت بتكتب الرايتينج، لما بتعطيك مثلا واحد يقول لك رايت، اكتب إيميل، اكتب ريبورت، تقرير، اكتب لنا باراجراف، جدا جدا الناس اللي بتقيم الرايتنج تبعك او السبيكنج
بيسمعوا وبيقرأوا الريدنج الرايتنج تبعك بشكل مركز. فإذا شافوك فقط بتصنع جمل قصيرة، يتم تحديد مستواك في اللغة الإنجليزية على قدر الجمل تبعك. يعني he is doctor, the doctor is good، جمل بسيطة، فيتم تقييمك أنك لا تستطيع أن تربط جمل، وأنت سيتم تقييمك أنك في المستويات الغير مرتفعة. لذلك هذا الدرس يفرض نفسه وبقوة، ويجب أنك أنت تركز عليه. You need to practice وpractice too much. أتمنى أن تكون الجميع استفاد، ولا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا اللايكات، وحاولوا ترسلوا لزملائكم حتى يستفيدوا من هذا الدرس، سواء طلاب المدارس أو الجامعات، لأنه درس فعلا يهم الكثير من الطلاب. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل في اللغة الإنجليزية. معي أنا مستر مراد، good luck، حظا موفقا. See you soon، أراكم قريبا. Goodbye.